ماضي ساعة 21 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد في 90 دقيقة حتى الماضي ساعتين مع تليفوناتكم زادة 31 380 ألف. ضيفنا الثالث اليوم السيد خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المسؤول على الإعلام. أهلا وسهلا بك. وبك أكثر يعطيك الصحة. شكرا لك. نبدأ بالتصريح متاعك الناري البارح. الياس الفخفاخ قاعد يقوم بانقلاب على الأمانة. تقول سي خليل اليوم النهضة باش تعقد مجلس شورى استثنائي، قاعدين تعدلوا في موقفكم وإلا لا؟ الموقف اللي هو طبعا الغير مساند تماما الياس الفخفاخ. موقفنا ثابت، نحن موقفنا أخلاقي ووطني قبل ما يكون في حسابات في علاقة بالحزب. نحن اليوم السيد رئيس الحكومة هو في حد ذاته عنوان لأزمة في البلاد. كانت تحكي السيدة الوزيرة قبلي على أزمة سياسية في البلاد ويلزم نحلوها. جزء من هذه الأزمة وأهم عناوينها هو السيد الياس الفخفاخ، فبالتالي ضروري جدا أنه ما ينجمش اللي هو طرف في المشكل أو المعني بالمشكل الكبير يكون هو جزء من الحل. نجم يكون جزء من الحل في الحديث في النقاش، ولكن ما ينجمش هو اللي يطبق الحل هذا. فبالتالي نحن موقفنا ثابت، نحن موقفنا كما قلت لك هو أخلاقي وطني. فما اليوم شبه تضارب مصالح تتعلق بالسيد الرئيس حكومة بما يعطل العمل الطبيعي للحكومة ويمس من صورة تونس وتجربتها الديمقراطية داخليا ودوليا. ما يليقش بتونس اليوم في 2020 رئيس حكومتها يقف قدام القضاء ولا قدام هيئة التحقيق وهو رئيس حكومة، هذا مضر بصورة تونس. نذكروا اللي رئيس الحكومة يتمتع بالحصانة أثناء أداء مهامه، ينجم ما يمثلش ما أنت قلته. أي هذا مشكل. كيف هذا مشكل؟ يعني نحن نحب نكرسوا ديمقراطية في البلاد، والمسؤول هو اللي يعطي الاكزامبل في احترام القانون، وخاصة انه اكثر اتقاء للشبهات من اي مواطن. يعطي الاكزامبل باش الناس تضحي، باش الدكاترة تضحي المعتصمة، باش عمال الحظائر يضحوا، باش الناس في الكامور يضحوا، باش الناس في قفص تضحي. وقت الناس هذه كلها تحبها تضحي معاك، والناس تتبرع على 18 18 وتتبرع على الدولة وتصبر على الدولة، لازم يلقاو اليوم حكومة ومسؤولين هما يعطيو المثال مش عكس ذلك. سي خليل البرعومي انتم تقولوا انه موقف